أقسى شيء مرة بحياتي. لا، من الشغلات القاسية اللي مرت بحياتي على فكرة. خيانة الرجل مو هي المفاجأة، هي الخيانة اللي بتفاجئك هي خيانة الرفيقة، الصداقة بتوجع أكثر. يعني الرجل مو زوجتك، الرجل يختلف عن المرأة. آسفة حابة أقول هالشغلة، لأنه بالنسبة له الرجل يعني بيستند ممكن المرأة ما بتخون هيك. إلا عرفت شو قصدي؟ يعني الرجل ممكن يخون وما تعنيه المرأة اللي خان معه ويعد ويمرق عنا ويقطع عنا وعادي. بس المرأة وقت ما بتقدم على فعل الخيانة بده يكون عن سبق إصرار وترصد، يعني عن تخطيط وتفكير. يعني الرجل بيفكر جنس، المرأة بتفكر حب. طبعا أكيد، يعني ما بدي عمم، بس الأغلب عم بقول لك كنت على موضوع الخيانة. رح أرجع، هي صعبة بس الأصعب وقت ما تعرف مين الشخص. أصعب إذا شخص غريب ما بيعنيك، شخص قريب بيعنيك.